يدعي أنه مؤسس بيتكوين المجهول، ويقول إنه العقل المدبر وراء أشهر عملة مشفرة في العالم. كريغ رايت عالم كمبيوتر ورجل أعمال أسترالي، ولد في أكتوبر 1970 في مدينة بريسبن بأستراليا، حاصل على دكتوراه في علوم الكمبيوتر من جامعة تشارلز ستيرت. عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لدى شركات مختلفة مثل أوز إيميل وكيمارت وبورصة الأوراق المالية الأسترالية. أسس وشارك في تأسيس العديد من الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة مثل هاتواير بي إي ودي مورغان إل تي دي. ألف العديد من الكتب حول موضوعات مختلفة مثل الأمن والمخاطر والبيتكوين، منها كتاب ساتوشيز فيجن The Art of Bitcoin الذي يعرض توقعات عن مستقبل البيتكوين من وجهة نظر مؤسسها ساتوشي ناكاموتو، الذي يدعي رايت أنه هو. خلال مسيرته تم رفع دعاوى قضائية عديدة على رايت تتهمه بتزوير المستندات وسرقة البيتكوين وانتحال الشخصية وغيرها، فهو يقول إنه مؤسس عملة البيتكوين وإنه كان جزءا أساسيا من الفريق الذي كتب مشروع العملة، لكنه حتى الآن لم يقدم أي أدلة مقنعة تثبت ذلك. فهل هو حقا مؤسس بيتكوين أم لا؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.